المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي رواد النجاح. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نموذج مشرف داخل دولة الإمارات، واليوم إحنا موجودين داخل جراج بولت برفورمانس ومعانا السيد أحمد حمد المزروع. أهلا بك سيد أحمد. أهلا وسهلا، يا مرحبا. يا مرحبا بك، يعطيك العافية ومشكور على حسن استقبالك. الله يعافيك ويا مرحبا بكم، إحنا محلكم. مرحبا بك سيد أحمد. قبل ما أتعمق مع حضرتك في الجراج، خلينا نعرف السادة المشاهدين مين هو السيد أحمد وكيف كانت بداية حملتك العملية داخل الدولة؟ كانت البداية طويل العمر كانت هي هواية، وبعد ما حبينا نستثمر في الهواية هاي ونفيد الناس فيها، جلسنا أنا وابن عمي وفكرنا في أننا نفتح محل أننا نقدر نساعد الناس فيه ونقدر نفيد الناس من هوايتنا هاي وخبرتنا اللي نحن نعرفها. يعني أنتوا ابتديتوا كهواية فقررتوا تطوروا الموضوع أكتر، يوصل بقى الموضوع احترافي أن أنتوا تستثمروا فتفتحوا محل عشان تفيدوا الناس. هي نعم مظبوط كده؟ الحمد لله، وهي التوفيق من الله. الحمد لله، لكم التوفيق. طيب إيه بقى الخدمات والسيرفيس اللي جراج بولت برفورمانس بيقدمها؟ نحن عندنا يا طويل العمر موسمين، هو اللي الصيف حق الجيتسكي والشتاء حق الدراجات النارية، وعندنا ناس متخصصين ميكانيك حق القسم الصيفي وحق القسم الشتاء، وعندنا الكاستم بينت وعندنا السيرفيس وعندنا شغل المكاين والابجريد، كل هذا بتشتغلوا فيه. يعني حتى ما شاء الله شايفين ورا حضرتك في الباك جراوند انتوا عندكم قطع غيار وشكلها حاجات كتير مميزه. اي نعم، نحن على حسب الموسم نوفر القطع اللي هي الاكسسوري وقطع الغيار من الوكاله، والاكسسوري نجيبه من امريكا على اللي يرغبون الناس. يعني انتوا في حاجات بتستوردوها من خارج الدوله وحاجات من داخل الدوله؟ اي نعم، بس كله متوفر عندكم؟ كله متوفر. لكم التوفيق سيد الكريم. شكلك فاهم في موضوع الدراجات النارية، وشفناك بتشتغل بإيدك وبتسوي حاجات كتيرة، وشفنا معاك كرو كبير من الموظفين برضو بيشتغلوا والناس بتشكر فيكوا جدا في أبو ظبي. فأنتوا على أي أساس بتختاروا موظفين؟ نختارهم على حسب الخبرة وعلى حسب الشهايد اللي عندهم، وهذا بعد تجربة، نجيب العمال هذيلا ونسوي لهم تجربة ونشوف شغلهم يعني وتختاروا بقى تبتدي تختار تحط فوكس ده انا عايزه ده مش عارف. اي نعم، على حسب الشغله اللي انا باها يعني. اوكي، الحمد لله. طيب ايه اللي بيميزكم بقى؟ يعني زي ما خبرت حضرتك ما شاء الله انتوا واخدين سمعه كتير طيبه داخل ابو ظبي في موضوع الجيت سكي، في موضوع الدراجات الناريه، السمعه الطيبه وراها رحله او قصه تميز، شو اللي بيميزكم عن باقي المنافسين؟ اللي يميزنا يا طويل العمر اللي هو انا قلت مثل ما قلت لك موسمين، وعندنا المتابعه الاشراف مني أنا وشريكي، يعني متابعينهم أول بأول ويومياً معاهم في الشغل ومتابعة القطع الغيار والتواصل مع الكاستمر. الحمد لله يعني مفكرين إحنا مستقبلياً أنه مثل النقل لين المنازل والتصليح في المنازل، أنه نفتح برا إن شاء الله مع الوقت. تفتحوا خارج الدولة. أنا كنت لسه أسأل حضرتك إيه الخطط المستقبلية، بس أنت سبقت لنا بيها بالخطط. عايزين تنتشر داخل الدولة بالكامل؟ إن شاء الله، الله يوفق وما يمنع هذا الشيء، أول الله بيوفقنا إن شاء الله. طيب أنت عندكم خدمة الريكفري موجودة متوفر في الجراج؟ هي نعم موجودة متوفر. أي متعاملين مع ريكفري، وعلى حسب إذا أنت عاوز ريكفري نبعث لك إياها على الريكفري. من داخل الإمارات الدولة بالكامل؟ من داخل الإمارات وخارج الإمارات. من خارج الإمارات؟ هي نعم.
اكيد قصه كفاح مميزه زي دي ما كانتش هيبقى لها الاستثمار الكامل غير لو احنا في دوله الامارات، لان دوله الامارات بتدعم الاستثمار فيها امن وامان، وطبعا كل ده بيرجع للقياده الرشيده ان هي موفر لنا كل سبل الدعم في اي مشروع. فانت كمواطن اماراتي شو بيعني لك نعمه الامن والامان والاستثمار؟ اشكر، انا حابب اشكر الدوله وقيادتنا الرشيده على التسهيلات والامان اللي موفرين اياه. احنا اول ما جينا ناسس المشروع حسينا تردد او صعوبات، يوم باشرنا وتوكلنا على الله ان الامور متسهله من الدوله، ومثل ما تشوف الامان والحمد لله مرتاحين. وكل ده طبعا بيرجع لفضل شيوخنا لان موفرين لنا الامن والامان. الله يرحم مؤسس الدوله الشيخ زايد ويحفظ جميع شيوخ الامارات. الله يرحمه والله حفظه. الله يخليك. طيب في نهايه حلقتي سيد احمد، اكيد برضو قصه كفاح مميزه زي دي كان وراك شركاء وداعمين ليك في النجاح، من خلال برنامجنا لو حابب توجه لهم برساله شكر ليك الكلمه. حاب اشكر شريكي اللي هو خلف عبد الله المزروعي وابوه الله يحفظه ما قصر معانا، وحاب اشكر الوالد، وحاب اشكر الزباين اللي ساهموا في طلوعنا يعني والسمعه الزينه ما قصروا يعني، واللي اسمكم يكبر اكثر واكثر. الحمد لله هذا فضل منهم ومن الله. واحنا كبرنامج رواد النجاح بنشكر كل شخص كان داعم ليك طول فتره حياتك العمليه الممتازه دي. طيب اخر حاجه، انت كنموذج مشرف لاي شاب دلوقتي بيتفرج على الحلقه بتاعتنا، حابين نسمع منك رساله امن وسلامه تقدمها للشباب بالذات اللي بيسوق الدراجات الناريه في الشارع من غير امان، يعني شو توجه لهم رساله؟ والله اتمنى من اللي يستخدمون دراجات الناريه ان ما يطلعون على الشارع، يلتزمون يعني في الاماكن اللي مسموح فيها وربط الحزام، حزام الامان والخوذه، والشباب كذلك اللي في البحر يلتزمون بلبس اللايف جاكيت ولبس الهلمت، ويتوكلون على الله ويكونون يعني مسجلين دراجاتهم مسجله يعني في المرور، او يلتزموا باعلى معايير الامن والامان، وخصوصا ان الدوله هنا موفره حلبات زي حلبة ياس والحاجات دي كلها ممكن يمارسوا جميع هواياتهم فيها. ممكن ومش مقصرين. لكم التوفيق سيد احمد. في نهايه حلقتي انا حابب اشكرك جدا، كان معانا ومعاكم السيد احمد حمد المزروعي وهو من الكفاءات الموجوده داخل دوله الامارات. شكرا لك سيد احمد. العفو، ما تقصرون. يعطيك العافيه ومشكور على ساعه استيعاب صدرك لينا وعلى هذا اللقاء الطيب. والله يا مرحبا فيك. مرحبا بك، يعطيك العافيه. والى اللقاء اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم رواد النجاح، دمتم في امان الله.